مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج 1 اون 1. معانا النهارده لاعب انطلق بسرعه الصاروخ بعد تجارب عديده في انديه مصر المقاصه وبعدها سيراميكا كليوباترا وعلاء الاسماعيلي، يثار حوله الجدل في الكثير من الازمات، فحبينا يكون النهارده موجود عشان نعرف الموضوع ايه. معانا النهارده احمد محسن لاعب نادي الاسماعيلي. اهلا بيك يا احمد، منورنا. اهلا بيك يا احمد حبيبي، موقع في البوب حبيبي، نورك، منورين دايما. وعايز اقول لك ان اكبر طبعا موقع في الشرق الاوسط يمكن في العالم في الجول ده، كلنا بنتابعه كلاعيبه وكفان، فبنحب دايما في الجول لان عنده مصداقيه. بالنسبه لي انا من احسن المواقع اللي بحب اتابعها وباخد منها، بستفيد منها وباخد منها معلومات دايما. طيب في البدايه كده بقى احمد محسن، هنبدا ايه في ازمات كده على طول عشان ايه؟ انت عايز تولع الدنيا قبل نبدا كده عشان ايه تكون الناس عارفه كل حاجه. في 9 يوليو طلع بيان نادي الاسماعيلي بايقافك، بايقاف انت ومحمد حسن. ده السنه اللي فاتت تقريبا. بقول 9 يوليو بعد كده شهر عداها بقى. انت ما تعدش الايقافات هنا. انا منك اكتر من شهر برضه طلع بين تاني بايقاف من محسن بسبب الخروج من المعسكر. تمام. بعد كده الكابتن ايهاب جلال قرر استبعاد احمد محسن. هو تقريبا مش غير احمد محسن في ايه بقى؟ من ساعه ما رحت الاسماعيلي يعني انت ما كنت موجود في المقصه. الدنيا تمام، موجود في سيراميكا الدنيا تمام، وكلام لا احمد محسن باك شمال كويس، الدنيا تمام. رحت الاسماعيلي على المفروض بقى ان الموهبه دي هتنفجر. وفي نادي كبير اللي هو نادي الاسماعيلي. وانا اللي انفجرت مش الموهبه اللي انفجرت. واضح ان بالظبط كده. ايه اللي حصل؟ يعني طبعا كان في سوء توفيق ليا هناك جدا في النادي الاسماعيلي. هو انا عامه انا ما لعبتش في النادي، يعني ما خدتش فرصه، ما خدتش فرصه كامله في النادي خالص في النادي الاسماعيلي، يعني ما لعبتش 3 ماتشات ورا بعض مثلا في الدوري. يعني انا رايح النادي الاسماعيلي اكتر باك ليفت لعب في الدوري في اخر 3 مواسم. اخر سنه ليا في سيراميكا في المقصه اكتر باك ليفت لعب في الدوري المصري. معلوه عشان ماتشات افريقيا. الدوري هو اتصاب في السنتين، اتصاب يعني اصابه كانت طويله شويه، فقعد عدد ماتشات كتير ما لعبش. انا كنت بلعب باستمرار. يعني انا السنه الاخيره اللي انا رحت فيها الاسماعيلي انا لاعب 39 ماتش، 32 في الدوري و5 كاس رابطه، 37 و2 كاس مصر، 39 ماتش، وقبلها 35، وقبلها في المقصه تقريبا 32. وانت كنت شايف كنت يعني كنت رايح في حته كويسه وكان في عروض كويسه وكنت ماشي بطريقه كويسه. بس لما رحت النادي الاسماعيلي انا مش عارف ايه اللي حصل. انا مش يعني انا ما باخدش فرصه كامله في النادي هناك، يعني اثبت لهم قدراتي وامكانياتي ان انا اقدر اساعد النادي، ان انا اقدر افيد النادي. انا ما خدتش فرصه دي خالص في النادي. فكره ان اللعيب اللي يكون بيلعب في انديه غير جماهيريه ويروح لنادي جماهيري بتبقى مختلفه، هل ده اثر عليك؟ هي بتبقى مختلفه طبعا. موضوع ان يبقى فيه جمهور الموضوع ممكن يؤثر، بس يؤثر على لعيبه ضعيفه الشخصيه. انا بطالب ان انا العب، انا مش ضعيف شخصي، انا عايز العب يا جماعه. انا بقول لهم كده يا جماعه انا عايز احارب مع النادي الاسماعيلي يا جماعه، ادوني فرصه العب، وبعد ما العب لو وحش اقعد يا محسن، انت مش قد النادي الاسماعيلي، انت مش هتفيد النادي الاسماعيلي. بس انت تبقى بنيت الفكره على اساس انت شفت اللاعب ده فلعب مثلا 3 4 5 ماتشات 90 دقيقه، وبعد الخمس ماتشات 90 دقيقه ابيض. لكن انا لو لعبت 5 ماتشات في النادي الاسماعيلي ما كسبتش الفرقه ماتشين منهم، انا اقعد بقى اروح. بس على كلامك ده برضو الناس كلها اتكلمت ان الكابتن ايهاب جلال بيحب احمد محسن، كابتن ايهاب جلال هو اللي طلع احمد محسن في المقص. دي حقيقه. فازاي هو هيكون هو اللي مطلع احمد محسن وفي الاسماعيلي هو اللي مستبعد؟ هو انا بص انا ما اعرفش بصراحه، انا شاكك في رقم 12 اللي لبسته بتاع حسن عبد ربه. يعني خلاص دايره النحس، هو بص ما فيهاش غير الرقم. كابتن حسن ما كانش مسامح في الرقم، انا عارف، انا هو قال لي انا مسامح، عملت كروس كويس، لف وشه كده غضب. من بعدها انا ما شفتش. نعم كان غالبا في كان السنه اللي فاتت هو معانا، كان مدير كوره وكان كابتن حسن طبعا من الشخصيات الجميله جدا اللي انا بحبها، وما لحقناش طبعا نقعد معاه كتير نستفيد منه في النادي لان هو كان في مشكله ومشي. وهو كان من الناس اللي احنا رحنا وهو موجود يعني. بس هو مش مسأل، لا هو مش عايز حد يلبس 12 في الاسماعيلي. خد بالك انا سالت، ما هو انا اللي بيحصل معايا ده حاجه غريبه. سالت وقعدت استفسر مين يا جماعه كان لابس قبل 12؟ قالوا لي حد اسمه مدحت فقوسه لعب 3 دقايق في 5 سنين. طيب بس خلاص كده. طب انت دخلك في الاسمه مش هتغير الرقم؟ انا كنت هغير الرقم بس حاولت جاهدا ان انا لازق فيه مش عارف اغيره، فما عرفتش اغير الرقم، ما لحقتش بقى. قلت بس السنه دي هتبقى سنه جديده وبتاع والسنه ان شاء الله تبقى مختلفه عن السنه اللي فاتت، ما لحقتش، ما فيش امل. طيب شايف ان اسماعيلي مع الكابتن ايهاب جلال ازاي؟
ناس كتير بتتكلم ان الاسماعيلي ممكن يهبط فعلا، هل ده شايف لا لا يعني لا. كعلى الورق والنقط صعب صعب جدا، ممكن يهبط؟ لا لا صعب جدا، مش مشكله، لا بس انت كلاعب موجود في الفرقه طبعا انت دلوقتي مستبعد، بس شايف ايه؟ هو انا موجود والفرقه موجود في الفرقه، انا فاهم ممكن عشان مستبعد المستقبل. فنيا لحاجات انا برضو مش عارفها لحد دلوقتي، يعني هي اسباب انا ما عنديش معلومات عنها خالص. طب انت حاولت تتكلم مع كابتن ايوب جلال؟ والله كنا اتكلمنا مره او اتنين قبل كده، بس انا يعني الموضوع انا مش عارف ليه، لا مفيش هو سبب، قال لك ايه؟ معلش سبب، مفيش سبب في الكوره، يعني مفيش سبب، والله ما في سبب، والله ما اعرف سبب. انا طيب مستبعد انت ليه دلوقتي انت مستبعد فنيا مش اصابه. فنيا ليه ما اعرفش، والله ما عندي معلومه اقسم طب بالله انت بجد، مش بتاخد بهزر. فلوسك اصلا من النادي؟ يعني اخر مره طلعوا فلوس، طلعوا لنا جزء، يعني طلعوا لي جزء، انا وكذا حد من الناس اللي هي مستبعدين فنيا، بس هو مش طبعا مش يعني مش المبلغ كله، بس يعني هم طلعوا لنا حاجه زي ايه، يعني حاجه تمشي الدنيا كده، فاهم؟ حاجه تمشي الدنيا بس ليك يعني انت ممكن ليك اللي انت ممكن ترسخ عقدك مع الاسماعيلي؟ يعني في نهايه الموسم بقى، انت بتشوف لو انت خلاص بقى مش قادر تكمل خلاص، الموضوع بالنسبه لك صعب والدنيا قفلت في النادي الاسماعيلي ككوره. انا بالنسبه لي خد بالك، والله العظيم ما كانت فارقه معايا الفلوس ابدا، مش فارقه معايا الفلوس، انا بالنسبه لي يعني اعادي في النادي الاسماعيلي او مشاني عامه من اي نادي مش الاسماعيلي، بس هو موضوع اللعب، انا ما اتعودتش ابقى ديكور. يعني معنى كده لو كابتن ايهاب جاي مكمل الموسم الجاي احمد محسن مش في الاسماعيلي؟ لا لا ملهاش علاقه، خد بالك الكوره دواره واحداثها سريعه جدا، ممكن انا بره اهو دلوقتي ومش محتاجني فنيا، ممكن فجاه الكابتن بيرجعني وتلاقيني بلعب وتلاقي الدنيا ماشيه تمام وبنكسب والدنيا ماشيه، فهي الكره احداث سريعه. انا دلوقتي ما اقدرش اقول لك ايه ممكن اعمله، لكن في نهايه الموسم اقعد بقى واقرر. هتقرر يعني انت دلوقتي انت مستبعد فنيا، انت دلوقتي بقالك اكتر من شهر ما بتلعبش، فلنهايه الموسم تبقى مده طويله جدا. بالظبط. طب مين نادي هيقبل اللي فيه لعيب قاعد الفتره دي؟ ده في لعيبه بتبقى اصلا مش مقيده في الانديه، مشيتها وما لعبتش وبتروح نادي واثنين وثلاثه وبيجي لهم عروض، وبعدين انا يعني ليا اسم الحمد لله موجود في الـ طب في لعيبه بتقعد بتتصاب صليبي واثنين وبتقعد سنتين ثلاثه وبترجع عادي مكانها. احنا دلوقتي الكوره مختلف عن زمان، يعني انا اقول طول ما انت واقف على رجليك وقادر وبتعمل بتبتدي اصلا انت كده، لما بتبتدي الموسم بتبتدي في فتره اعداد، هي فتره الاعداد دي عشان تاهلك وتجهزك بدنيا للموسم الجديد، فاهم الفكره؟ تمام. طب ايه بقى المشاكل وحوار الايقافات ده كان بسبب ايه؟ يعني انت فعلا مشيت بالمعسكر كان ايام يعني؟ الكابتن بس عشان اقطع كلامك، بس الاول حوار المعسكر ده، اللعيبه تاخد المعسكر ده كان اول حاجه نزلت كان لعيبه الزمالك، الموضوع نزل في الاعلام موضوع بعد كده تنزل لكم بيان. هل دي كانت موضه يعني لا والله لعيبه ما كانتش الزمالك خرجت موضه، معسكر فانتوا عايزين هو تخرجوا كان ولا الجو حر في الفندق فكنا بنخرج. ايه اللي حصل؟ لا اقول لك، احنا السنه اللي فاتت كان مع الكابتن حمزه، كان هو بيعمل معسكر يومين قبل الماتش في النادي الاسماعيلي اصلا، ومعسكر الماتش ده بيبقى ليله الماتش، يعني ليله المباراه اللي هي قبل الماتش بيوم، احنا كنا قبل الماتش بيومين تمام. ففي اليوم ده في الطبيعي عادي جدا كان في لعيبه بتروح، اللعيبه اللي من القاهره بقى ومن اماكن تانية عادي ممكن يخرج ويروح عادي، بس اهم حاجه ليله الماتش اللي هو قبله بقى بيوم ترجع تبات في النادي. هو ده اللي حصل، احنا خرجنا قبل الماتش بيومين، خلصنا تمريننا واتمرنا. عايز اقول لك على حاجه، احنا اصلا كنا معزومين بره الفرقه كلها، يعني طلعنا كلنا بالباص اتعزلنا بره، وفي حد كده كان اكله حلو قوي كان عامل شويه ريش ضاني، انا اكلت الريش ما قدرتش ارجع الوتين تاني، قلت اروح اقعد بقى في القاهره، اروح اشرب شويه ليمون نعناع هناك حلوين. فروحنا عادي انا ومحمد حسن وروحنا عادي، ما فيش حاجه اصلا، هنيجي تاني يوم نتمرن ونبات في النادي. احنا روحنا منها واسنك، طب الفرقه كلها اصلا كانت بره 90% منهم ما روحوش، لعيبه اسماعيل روحوا باتوا في بيوتهم، انا ومحمد بقى اللي وقفونا على انتوا ازاي يا جماعه عادي، ما المعسكر بكره اساسا، فاهم الفكره؟ لا كله بعد ما اكلنا كان كلنا نرجع بالاتوبيس على الفندق. كان طب حد كلمك قبل ما يطلع ان انتوا ترجعوا؟ مش قادر افتكر، لا ما حد كلمنا قلنا ارجعوا يعني، لا ما انا فجاه اتفاجئنا من بيان. بالبيان يا جماعه في كارثه. طب وكان رد فعلكم ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه خالص، رحنا جماعه وايه اللي حصل، بيان ايه وليه لازمته اصلا نطلع بيانات والكلام ده، واحنا اصلا ما حصلش حاجه، كان قربت نهايه الموسم، فايه يعني ما يعني ما تعرفش كان نقص اي حاجه كده من اي حاجه كده فلوس يعني؟ يعني اي فلوس كده تروح وخلاص. انت كان ليك فلوس قد ايه اصلا في الاسماعيلي؟ لا انا جالي كتير جدا السنه الاولى، بعد السنه الاولى ما كنتش وصلت مثلا يعني 22% من عادي مثلا 30 22%؟ في السنه الاولى دي خلال تواجد احمد حسام ميدو كمدير فني نادي الاسماعيلي. عرفنا كده بالكواليس
ان انت بعد محاضره المباراه اتصلت بفضل. احكي لنا بقى الكواليس. فاكر عادل امام في صعيد اسف لما قال له الطقم ده قال له ب 20000 جنيه. هي الفازه دي ما كانتش غاليه قوي، كانت ب 40% من عقدي بس. 40% من عقدك؟ هو انا كنت الفتره دي كان ميندو طبعا ماسكنا، فانا المفروض هلعب. اول ما جه اصلا حاطني في تشكيله العب، فجاه لقيتني مش بادئ، كان ماتش الزمالك. فصبرت عادي، يعني ميندو انا بحبه جدا، وعلاقه يعني ما بينه وبينه علاقه شخصيه كويسه، يعني انا بحبه جدا وبحترمه جدا، وهو من الناس القريبه ليا عامه يعني. فميدو مش عارف اتكلم، فصبرت. الماتش الاولاني احتياطي، ماشي يا عم ميدو. الماتش الثاني احتياط، الماتش الثالث احتياط، الماتش الرابع ما قدرتش بقى. المشكله ايه بقى؟ ان كل ماتش بقول هلعب الماتش الجاي، هلعب الماتش الجاي. انت اصلا تبقى موجود في موجود احتياطي، موجود في التشكيله وقاعد على الدكه. لا موجود اصلا في الماتش قبل الماتش بيوم، انت بيبقى عارف التشكيل ايه. في منهم ماتشين اللي هو قبل الثالث والرابع انا في التشكيله بادئ، حلو، اللي هو قبلها بيوم بس خلاص. في التشكيل بقى اللي على السبوره اللي هيبدا الماتش انا بر احتياطي. في المره الثالثه، المره الرابعه انا خلاص بادئ الماتش، كان ماتش المقاولين، خلاص انا بادئ، انا قبلها بيوم انا بادئ، والبتاع والتكتيك والحاجات دي انا محسن بادئ. قلت ينطلق بقى والكباري وشتا، هنشغل الدنيا في الاسماعيلي. بص على السبوره لقيت قاعد احتياطي برضو، ما قدرتش امسك. استنيت لما ميت، طبعا ما عملتش اي رياكشن موجود، لان انا يعني بحترمه جدا. استنيت لما خلص محاضرته قاعد جازز، انا هموت ويخرج مش قادر. خلص هو من هنا، اللعيبه بتقول تعالى يا جماعه انا وقت ولا هنقعد مع بعض ولا عارفكم. رحت ماشي خارج في الطرقه بتاعت اسماعيلي بقى، كنا في هناك في الفندق، لقيت فازه قدامي وانا ماشي. يعني ما شتمتش كده؟ لا لا ما شتمتش اكيد. انتوا عايزين مني اللي هو متنرفز بقى، عايزين مني انا عايز العب كده كلام عادي. ففتحت بقى لقيت فازه، رحت كسرها، كسرت الفازه كده. انا ما اعرفش ان هي منضيه من نابليون. انا لو اعرف ما كنتش كسرتها. خصم بقى كام بقى؟ خصم 40% من عقدي، ده اكبر خصم بدالي في تاريخ. وفي حاجه اسمها خصم 40%؟ هو مبدئيا لا قانوني. وده حصل اصلا؟ هو حصل، ما جمدوا بقى الفلوس، يعني جمدوا ال 40%. وانت فات الموسم ما خدتش 40%؟ خدت 12%. لا بدايه الموسم طبعا كان كابتن عماد بقى وكابتن علي ابو جريشه قعدوا معانا وبداوا يظبطوا الدنيا، بس برضه بتاع 50% طاروا من عقدي يعني. الموسم الحالي ده، ما هو ده اللي كان موجود فيه الكابتن ايهاب. الموجود فيه الكابتن ايهاب ايه اللي خلاك تقعد في الاسماعيلي بعد ما خلاص كان احمد محسن مشي من الاسماعيلي؟ ايه اللي حصل؟ قلت بعد السنه الاولى دي خلاص مستحيل اقعد، لان انا ما خدتش فرصتي في اللعب خالص، وده اللي كان فارق معايا. ولا فلوس؟ ولا فلوس، بس والله ما كان فارق معايا الفلوس. بدليل لما قالوا لي تنزل، نزل السنه الاولى نزلت على 50%. 50%؟ اه السنه الاولى بالفازه. اه ما هو حسبت الفازه يعني، قعدت ابلور الفازه شويه لحد ما وصلتها بتاع 10%. لما كابتن عبد انا كنت خلاص بفسك عادي ومشي، وبقعد نازل بقى وبالتراضي وخلاص وتمام، ما فيش نصيب ان انا ابقى موجود. يعني كان جاي لي كذا عرض كده، بس مش حابب اقول ايه. جاء الكابتن ايهاب قال لا احمد محسن مش هيمشي، وهم كلموني طب تعالى كابتن ايهاب عايزك وهتقعد ومش عارف. وانا رحت فعلا وقعدت، وقال لهم محدش دعوه بيه، هو السنه دي هيبقى مختلف عن السنه اللي فاتت. طب مختلف يعني كده في مشاكل؟ يعني ما هو ايوه، انا كان كل مشاكلي في النادي بسبب اللعب. انا ما اعرفش اقعد ديكور كده، وبعدين ما بلعبش وما باخدش فرصه خالص في النادي. طب انت شايف تخيل يلعب مكانك الفرقه بتخسر. انت شايف ان انت سوقي طبعا لعيب محترم جدا 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 ولعيب جامد وما شاء الله بدنيا وكل حاجه. انا مش مشكلتي في سوقي او فتوح معايا او معلول معايا، انا مشكلتي في ظروف الفرقه. احنا دلوقتي بنلعب، الفرقه بتخسر وبتتعادل. طبيعي في الكوره انك بعد ماتش 2-3 بتجرب بقى خلاص، مثلا حتى لو هو موفق ومش، بس الدنيا مش ماشيه في النتائج، فانت بتشوف حلول تانية، بتجيب لعيبه تانية تديها فرصه، ممكن اللعيب ده يكسب الفرقه، هو يبقى احسن، افضل ان هو يفيد النادي. انا ده ما بيحصلش معايا في النادي خالص، هي عماله بتدور حواليا. تيجي لعندي تروح في حفره كده انا غطسان فيها، تروح معدياني ولفه تاني، كل ما تجيلي تروح. حلو. طب ما برضه في ناس بتتكلم ان مدربين بيختاروا على اساس تدريب، وفي لعيبه بتتدرب كويس وفي الملعب. انا بص في التدريب والله مش قصدي حاجه ولا بشك، انا يعني الحمد لله هقوم اقلع لك التيشيرت اوريك رونالدو واقف قدام رونالدو الغلابه موجود يعني بدنيا وفورمه. انا ما اعرفش اصلا في تمرين، ما اعرفش انزل الملعب لو بلعب خماسي مع شباب صغير بدغدغهم. انا متعود عليك، انا بحب التمرين جدا جدا جدا، بحب التمرين بس بزود تمرين. ما هو يعني كل المدربين بيشوفوا نفس الكلام، فدي برضه مشكله يعني، اكيد في حاجه. هي دي اول مره تحصل معايا بقى، هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا ما حصلش معايا كده قبل كده. هو فكره ان انت، طب هقول لك حاجه، هو المدربين شايفيني وحش، انا ابيض
طب ما الفرقه عماله بتخسر بالاحمر، طب ما ندي الابيض ده فكره يمكن يحمر، يدي امار، يمكن يصفر في النادي، يصفر اي حاجه فاهم، يدينا امار. طب انت هتحكم عليا منين؟ انت جبت لعيب دلوقتي، انت اخر السنه هتمشيه، انت حكمت منين هو مش يعني اللعيب ده مش بالتمرين بالماتشات الوديه؟ في لعيبه ما عندهاش فكره عن التمرين، 90% من اللعيبه الافارقه ما فيش مرن، تشوفهم في التمرين تديهم فلوس وتطبطب عليهم وتمشيهم، هل في الماتش دغدغ لك الدنيا، كسر الدنيا والله. في لعيبه ما بتعرفش تلعب في الدوري المصري، في لعيبه مش موهوبه كتير، ونتكلم في كتير جدا، ان في لعيبه ما بتعرفش تلعب في الدوري، في لعيبه من الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه افضل منها. اه طبعا في لعيبه تحت في الدرجه الثانيه والثالثه مش موجودين في الدوري الممتاز، بس محتاجين عينين، محتاجين حد يبص عليهم. طبعا انت شوف دوري المحترفين السنه دي، في لعيبه اجمد من اللعيبه اللي موجوده فوق بكتير جدا، لعيبه مظلومه وبتلعب تحت في المحترفين، في لعيبه في الممتاز. اللعيبه دي واقفه على الانديه اللي تحت، اهلي وزمالك وبيراميدز، وقلنا في لعيبه اقوى كمان تبقى افضل من اللي موجوده في اهلي وزمالك وبيراميدز. خد بالك لعيبه مصر كلها شبه بعض، اهلي زمالك بيراميدز الاسماعيلي الاتحاد المصري، كل الالبان، كل اللعيبه بالنسبه لنا مستويات متقاربه جدا، يعني ما فيش لعيب مثلا اللي هو يعني فرق بينه وبين يعني تقول مثلا ما فيش لعيب في الدوري المصري فرق عن اي لعيب مصري في الدوري فرق عن اي لعيب تاني، الامكانيات قريبه جدا، بيبقى فرق يعني فرق فروقات بسيطه. لو هتقول لي اثنين ثلاثه فارقين عن اي حد بالترتيب تقول مين؟ انا بالنسبه لي عبد الله السعيد بحب كورته جدا، كورته بالنسبه لي هي مختلفه عن اي لعيب، يعني بحسه الجيل اللي هو القديم بتاع الكره الجميله اللي ما بقتش موجوده قوي الفتره دي. مثلا طبعا شيكا برضو بحبه جدا وهو مختلف وليه ستايل، طبعا معلول فارق جدا مع فرق مع الفرقه، في لعيب هيبقى نجم مصر، يعني هيبقى نجم مصر مثلا العشر سنين اللي جايين دول، عمر الساعي الاسماعيلي حاجه كده، من اللعيبه اللي هي الموهبه اللي هي قليله جدا، عمر الساعي ده اتفرج عليه كمان سنه لما يتقل، يعني هو ما شاء الله مش كويس قوي الموسم ده، بس اتفرج عليه في اللي جاي. طيب انت بتقول ان في لعيبه في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه افضل من اللي موجودين في الدوري الممتاز، هل شايف ان لو الوكيل شاطر يقدر يحط اللعيب في نادي كبير مش عشان موهوب، عشان هو علاقاته اقوى؟ طبعا لعبه اللوكال يعني مع الانديه والعلاقات والكلام ده طبعا بقى ليها دور. بتتلعب ازاي؟ والله بيبقى يعني كل مدير فني ليه علاقه، في وكيل بيبقى هو اقرب حد مع المدير الفني ده، المدير الفني ده راح اكس، لعيبه اكس كلها بتدخل عن طريق نفس الوكيل، نفس الوكيل الا بقى لو النادي هو اللي هيجيب بقى او جاب قبل ما هو يجي او يعني فاهمني، لكن 90% من اللعيبه اللي داخله بتبقى داخله عن طريق الوكيل ده، عشان هو علاقته كده مع المدير الفني ده فاهمني، فبيدخل عن طريقه اللعيبه. امثله كتيره جدا ومدربين كتير جدا مشى كده ووكلاء كتير جدا ماشيين بالطريقه دي. شايف ان تاخر الدوري بسبب كده؟ لا انا مش شايف ان الدوري متاخر، بنشوف ان الدوري كل سنه بيبقى اقوى من السنه اللي قبلها، مش يعني تاخر كلاعيبه كجوده لعيبه، انت دلوقتي كنت بتتكلم ككواليتي لعيبه. لا هي كواليتي لعيبه وجوده لعيبه كويسه، مش انا بقول ما بقطعش في اللعيبه، لا انا بقول لك جوده لعيبه كويسه جدا وعندنا لعيبه جامده جدا، بس بقول لك ما فيش فرق، يعني قصدي ايه؟ يعني كالوشا ده لحظه مش جاي من الدرجه الثانيه السنه اللي فاتت؟ ماشي انت كنت بتقول دلوقتي ان عينين ما فيش حد موجود بيشوف، هي دي بس المشكله، ان يجيبوا اللعيبه اللي تحت كمان يطلعوها يعني، لكن انا ما بقولش ان اللعيبه اللي فوق مش كويسه، يعني مثلا كالوشا هو جاي السنه اللي قبل فاتت او اللي فاتت من الدرجه الثانيه كان في خناقه عليه، قالوا احمد امين اوف كان جاي لنا احنا في سيراميكا، كان جاي لنا من الشرقيه درجه ثالثه، خناقه برضو اهلي وزمالك وبيراميدز اتخانقوا على الاف. فانا قصدي ايه؟ انت بتشوف نماذج اي حد بيجي من تحت بيطلع فوق عادي، شبه زيه زي اللي موجود فوق، فامكانياته قريبه جدا ليه. بمناسبه ان المدرب زي ما انت كنت بتتكلم ان هو بيبقى مع الوكيل فبيدخل لعيبه، هل في رؤساء انديه او انديه برضه بتتعامل مع وكلاء معينين؟ اه برضه موجود في وكلاء، رؤساء الانديه بيثقوا فيها جدا، بيثقوا فيها الموضوع بيبقى موضوع ثقه، الوكيل ده بيجيب لنا لعيبه مثلا تلعب عندنا سنه بكسر الدنيا، بروح بايعه مثلا ب 10 20 بجيبه 2 مليون 3 مليون، اروح بايعه اخر السنه مثلا ب 15 مليون، عشان ده طبيعي، هو ده في احتراف، ده في الكرة احتراف. اه طبيعي، انا دلوقتي انت رئيس نادي وانا وكيل، فجبت لك لعيب ب 2 مليون جنيه، دفعتك 2 مليون جنيه، قعد عندك اللعيب ده سنه كسر لك الدنيا، وانت بعته اخر السنه ب 15 مليون، فانا السنه الجايه هروح جايب لك لعيب ب 3 مليون تاخده مني، لان عارف ان هتبيعه ب 30 مليون. في العكس بيحصل ازاي؟ تجي لعيبه وبتجي في الاخر مضروبه،
بيحصل. اه ما هو انت ما انت مش ضامن بقى 100% ان اللعيبه كلها انت بتاخد وش القفص وانت مش عارف ايه اللي تحت القفص. بصراحه يا احمد شايف ان الفرقه ما بقتش بتخاف في الاسماعيلي؟ لا الفرقه بتيجي عندنا في الاسماعيليه بتخاف. الاسماعيلي اه في الاسماعيلي اسماعيلي ليه رهبه بجد في النادي الاسماعيلي وسط جمهور في النادي. انا نفسي لما كنت بلعب مثلا في السيراميكا او في المقص او كلام ده واحنا رايحين نلعب الاسماعيلي في الاسماعيلي والله ببقى نازل مخضوض من الجمهور والملعب والجمهور. انت داخل حاسس ان انت داخل تحارب. انت بقى دلوقتي موجود كلاعب في الاسماعيلي، هل انت شايف ان الفرقه ما بقتش تخاف من الاسماعيلي؟ لا بيخافوا من الاسماعيلي في الاسماعيلي. في الاسماعيلي بس؟ اه. طب وبره؟ بسبب الملعب والجمهور. لا بره بتتصور روس عادي، لكن في الاسماعيليه اي فرقه بتيجي الاسماعيليه بتبقى جايه وهي مخضوضه وخايفه من الملعب وخايفه من الجمهور وخايفه من لعيبه الاسماعيلي وخايفه. وضع الاسماعيلي الناس كلها بتتكلم الاسماعيلي ممكن يهبط. الاسماعيلي يهبط دي مش صعب، ده مستحيل. لا انا الاسماعيلي في اي وقت بيقدر يقف على رجليه ويكسب ماتشين ثلاثه تلاقيه فوق في الاول ست فرق او سبع فرق، وكمان الجمهور ده والملعب والكلام ده لا مستحيل طبعا. يعني ما اعتقدش ابدا ان الاسماعيلي يهبط، مستحيل. في ماتش الاتحاد شفنا اللقطه دي، شايف ده ازاي او شفتها ازاي؟ يعني ده 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 دليل انه الاسماعيلي عمره ما يهبط لما يكون عنده يعني واحد زي ده هو بيمثل جمهور الاسماعيلي كله. بالنسبه لي هو ما قدرش يسيب الفرقه وهي راحه تلعب في برج العرب، مسافر والله اعلم ده الشخص ده مسافر ازاي، معاه فلوس ولا سالف فلوس عشان يسافر، وسايب شغله وسايب اهله وسايب بيته، راجل كبير في السن مش صغير. فبالنسبه لك انت لما تشوف زي او راجل زي ده في المدرج وما تحاربش علشانه يبقى انت معدوم الشعور. لا انا حارب عشان الراجل ده الواحد ده اللي جالي بيمثل الاسماعيليه كلها. ايه اكتر موقف مؤثر من الجماهير للعيبه؟ كان على طول هم السنه اللي فاتت اكتر الموضوع ده كان يعني مع كابتن فتره كابتن حمزه كان ده وميدو برضه اللي فتره يعني ميدو ان يعني اللي ميدو عمل ايه كانوا بيجيبوا لنا يعني فتره كابتن حمزه كان بيجيب لنا دايما الماتشات بتاعت انجازات الاسماعيلي وتفرجوا الناس لما بتكسب الجمهور بيعمل ايه والناس وفتره كابتن ميدو كان بيجيب لنا بص واحد كان بيجيب لنا افراح واحد كان بيجيب لنا احزان. فتره كابتن ميدو كان بيجيب لنا الناس اللي بتموت في المدرج والناس الجنازات اللي طالعه بسبب الماتشات والخساره، وكان بيجيب لنا حاجات مؤثره اكتر يعني. فكانت تاثر فينا ننزل نخسر يعني نتاثر نكتئب ننزل تخسر ننزل ما انت ميت انت جالك اكتئاب اخر الماتش. خد بالك عامل الجمهور هناك بيفرق جدا 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 يعني. طب كان بيحصل مشاكل من الجمهور ما بتشوفكم كلاعيبه؟ بره النادي لا لا بره النادي هم مسالمين جدا. في الاستاد؟ في الاستاد اه طبعا. لما ايه اكتر موقف حصل لك حسيت ان الدنيا سود؟ لما بتخسر او بتبقى متعادل مثلا واحنا في ملعبنا وبيبقى فاضل مثلا خمس دقائق. اه ايه اللي بقى؟ نقفل ودغري في الملعب بس. ايه اللي ما بيحصلش؟ يعني اقفل ودغري ولو في اوت هناك ما تروحش تلعب. امتى يرجع الاسماعيلي بتاع البطولات؟ يعني بصراحه يعني نقطه صعبه جدا، مش عارف اقول لك ايه اللي ممكن يحصل عشان الاسماعيلي يرجع بتاع البطولات تاني. الموضوع صعب جدا. عايز عارف انت عايز بناء هيكله يعني تغيير كامل. يعني كل حاجه لازم يكون في احتراف. كلمه احتراف لازم تطبق بكل معايير الكلمه دي في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي عنده كيان وعنده جمهور وعنده ملعب يخليه يقدر ينافس على الدوري. والله العظيم كلام بيقدر الاسماعيلي ينافس على الدوري. يقدر ينافس على الدوري، يقدر ياخد بطوله، يقدر ياخد بطوله بالجمهور اللي عنده بالملعب بتاعه. انا لما رحت الاسماعيلي الفيديو ليه هيجي هنا يتقطع انا اتمزعت ما لحقتش العب عشان اقطع الناس بجد. كان عندي يعني انا كنت بلعب دايما في انديه اكتر شركات، فكان عندي يعني موضوع بقى ان انا رايح ونادي جماهيري وعندي ملعب، واول ما دخلت الاستاد تجربه جديده وبالنسبه لي حلوه جدا، وبتخيل بقى وانا بلعب والجمهور معانا وبيساندنا. لا اللي يجي هنا فعلا اذا كان احنا في انديه شركات بنحارب ومفيش ورانا حد، فهنا ايه ما بالك ايه بقى هنا هنعمل ايه؟ كان دور باهر محمد ايه معاكم؟ لا باهر كان كابتن فرقه كبير من اللعيبه الرجاله ومن اللعيبه اللي تعتمد عليها في اي مواقف، وذكر بمعنى كلمه يعني اللعيب يتقال عليه لعيب ذكر. ذكر بمعنى؟ بمعنى ذكر ان هو في ظهر اللعيبه دايما. ايوه كان ايه اللي بيحصل؟ كان في ظهر اللعيبه اي مشاكل بقى مع الجمهور، مشاكل ماديه، مشاكل في النادي، دايما باهر كان يتصدر للناس ويتصدر للنادي
ويطالب بحقوق اللعيبه وكان يتخانق مع الاداره دايما وما كانش يعني ما كانش بيسيب اللعيبه ابدا. في الاخر راح على النادي المصري احتراف بقى، واخر السنه خاصه عنده شرط جزائي في عقده، وراجل خدم النادي الاسماعيلي كتير جدا، وعمل يعني راجل بقى عايز يشوف يقدر يعني ياخد بقى عقد اعلى. طبعا راجل اتجوز، كان بيتجوز لسه فاهمني، عايز الحياه يعني عايز يعمل ابجريد لحياته ويغير شكل الحياه شويه. فده طبيعي في الكوره جدا. بمناسبه ان الكابتن ايهاب جلال مستبعدك فني، هل في مدربين تحبه وتكره؟ كل المدربين في مصر بتحبه وتكره، واللي يقول لك غير كده يبقى هجاص. طب وبيحبه بكره على اساس ايه؟ ما تعرفش بقى، كل واحد ليه معايير. ايوه عين معايير، وانت العين واحد. كان في ناس بتحبك وبتلعب اساسي، واحد بيحب عملت شبه وشكله شويه. واحد لا، في مدربين بتحب اللعيبه الاسكيه، في مدربين بيحبوا اللعيبه الصح الاقوياء، فيبقى لعيب ذكي معاه ولعيب كوره لا ما بيحبوش، هو بيحب لعيب ستايل لعيب معين. ده ابو اللعيب المياس. لعيب المياس يا ساتر يا رب، لعيب المياس بيجي المدرب اللي عايز لعيب يفهم. انا بفهم يا جبل، اول واحد بيفهم لعيبه بتجري رافع البتاع وجري اول واحد فينا تلاقيه بيشحططنا ورا جري. لا في لعيبه مياسه، لا في لعيبه حرفه. كلام كتير برضو بيتقال على السوشيال ميديا ان اللعيب ده بيبقى يكون عصفوره للجهاز الفني، هل صادفت لعيب عصفوره للجهاز الفني؟ لا ما صادفتش، انا صادفت يمام، لعيب يمام يعني في كتير حمام سلام كتير. ده بيحصل بجد؟ بيحصل للاسف، بيبقى فيه بس يعني دي بتبقى بس يعني. انت كدوري ممتاز، لعيب ممكن يكون يعني مدرب يسمع لعيب ويكون هو بيحبه عشان هو بيجيب له اخبار. هو مش ما بتاخدش بان هو بيجيب له اخبار، هو بتاخد ان هو يعني دراعه اليمين في الفرقه فاهمني. انا باثق فيك انت اكتر واحد، فانت ايه لو في حاجه تيجي تقول لي علشان نحل، او يعني بتبقى بالشكل الحاجه اللي هي ايه مثلا، لو في مشاكل في النادي بتيجي تقول لي مين مثلا عامل مشاكل في اللعيبه، اوضه اللبس مثلا مين بيتكلم فيها كده، فاحنا نلحق يعني نوقف الموضوع ده عند حد عشان ما يحصلش مشاكل كده. وفي لعيبه بتضحك عليها طبعا وبتبقى بتصدق يعني المدربين، فتبقى عصفور المدرب. انت في فتره وفترات، ودي كانت يعني اعتبر اكبر ازمه او بدايه الازمات، احمد محسن بعد نزول بوست ليك السوشيال ميديا لموقع مراهنات. كان بقى القصة اللي حصل، هو انا حد قال لي هنعمل اعلان، وقلت بقى ناخد رقم كويس وفلوس وبتاع. طب ايه الاعلان؟ فيش الاعلان، هو ابلكيشن ما تقليش السايت بتاعك، ابلكيشن احنا هنبعت لك لينك، تضغط على اللينك هيوديك للابلكيشن ده، تتفرج عليه وتشوفه وتقول لنا وبتاع والكلام ده. مش عارف الابلكيشن، كنتش عارف، اتضحك عليا وبعت لي اللينك وضغطت عليه، راح نزل بوست عندي على الفيسبوك، ما لحقتش شلته بسرعه طبعا، كنت بس اتقفشت ما قفشتش. ايوه اتقفشت من ما لحقتش اصلا. انا لما شفته اتفاجئت يعني، انا دوست على اللينك، انا بقى بتفرج على اللينك، بتفرج لقيته الموقع، لقيت محمد غبي كده الحق ده انت نازل على الاكونت بتاعك كذا، رحت داخل بسرعه عامل ديليت، ده في كارثه هنا. وبسرعه طبعا عملت ديليت وعملت مشكله كبيره معاهم جدا، وقلت لهم حتى بعت لهم فويسز كتير ان انا هشتكيكم وان انا اقاضيكم، لان ده نوت فير يعني، انت بتقول لي حاجه وبتعمل حاجه تانية، بتقول لي ابلكيشن وبتقول لي ادخل شوف الرابط ايه الموضوع، الاقي الدايركت تحول عندي على السؤال طبيعي اللي انت حد يديك فلوس وتبقى مش عارف اصلا ده ايه. ما انا داخل اتفرج يعني، انت اصلا يعني انت لسه هم عاملين حاجه، انا لسه بتفرج، انا لسه ما وافقتش. هو عامل حاجه كده تضغط عليها تعمل لك زي الهاكر كده، شفت انت في حاجات كتيره زي دي، هو كان عامل حاجه شبه دي. بصراحه بقى في لعيبه بتلعب بمراهنات، انا بسمع بصراحه يعني، بسمع ان في لعيبه للاسف ان في لعيبه بتلعب مراهنات، وده طبعا دي حاجه يعني من الحاجات اللي انا يعني منتقد فيها اي حد، ان حرام جدا. انت ازاي تاخد فلوس حرام؟ مراهنات دي يا جماعه يعني حرام، هتاخد فلوس حرام ازاي تاكل بيها بيتك؟ فانا بالنسبه لي اي حد بيعمل كده هو بيظلم نفسه بيظلم اهله. طب انت شايف ان في لعيبه فعلا من الدوري المصري في انديه كبيره؟ في بسمع ان في لعيبه، في للاسف في لعيبه بموضوع المراهنات ده هم مدمنين. وبالنسبه لتقالنا احمد محسن هو ان يعني والله العظيم ابدا اقسم بالله، انا بقسم لان انا الحمد لله عندي الحلال والحرام برضو موجود يعني، انا متربي كويس، ووالدي ووالدتي يعني في قيم عندنا ومبادئ في البيت، مش يعني خلاص. هو الفكره اصلا معلش يعني، وكان لعيب كوره مثلا
بياخد كعقد بياخد رقم، تاخد رقم كويس جدا. فانت مش محتاج اصلا لحاجه زي دي تحصل، استثمر فلوسك. قلت خلاص ان بقى محمدي ده حقه خلاص، عندك النادي الاسماعيلي وراح نادي مصر ولازم يشوف طريقه. عبد الرحمن مجدي بقى، عبد الرحمن مجدي خلال الفتره الاخيره كان في عروض كتير جدا، كان في عرض من الدوري الليبي، كان في عرض من نادي الزمالك، خلص كل حاجه. شايف ان عبد الرحمن مجدي السيزون ده هو الاخير ليه مع الاسماعيلي؟ هو من احسن المواسم لعبد الرحمن مجدي في النادي الاسماعيلي هو الموسم ده. طبعا هو لعيب كبير وعمل مواسم كبيره برضه قبل كده، بس الاستمراريه بتاعته السنه دي وارقامه في الدوري وامكانياته يعتبر يعني ابرز لاعب في النادي الاسماعيلي بالظبط. ف يعني ما اقدرش اقول لك هو طبعا يمشي او يقعد، بس لا هو طبعا انت دايما لما بتكون لعيب كوره بتكون في اجمد فتراتك، في اعلى فترات ليك، انت بتبقى تدي بقى الدنيا ايه، انا دلوقتي دي اكتر فتره ممكن اقدر استفيد فيها، استفيد بقى ماديا اكتر، اقدر استفيد بعقد اعلى، اقدر استفيد بنادي. طبعا نادي اسماعيلي نادي كبير جدا، بس اروح لنادي مثلا ممكن اخد بطوله. فدايما لما بتكون في التوب بتاعك طبعا طموحك لازم والا ما فيش حاجه في الكوره تقدر تقول انا عملت كده فكفايه، هتقع على طول، هتنزل. فدايما لا طبعا اكيد شايف ده الموسم الاخير عبد الرحمن مجدي مع الاسماعيلي. والله ما اعتقد ممكن في نهايه الموسم يحترف مثلا او يروح نادي كويس، عشان كمان الاسماعيلي محتاج فلوسه. يعني لو تنصحه في مصر يروح لمين؟ المكان اللي هيلعب. ايوه شايف المكان. وانت من وجهه نظرك ما انت بتشوف ماتشات الانديه كلها في الدوري، شايف المكان الاحسن ليه ايه؟ يطلع بره، ما يلعبش في الدوري. يعني انا انصحه انه لا يطلع بره مصر يحترف. ما لوش عقد بره مصر، لو في مصر يلعب لمين؟ لو يلعب بترول اسيوط يروح بترول اسيوط، هي صعب لان هم محتاجين اوفرايت. هم كلموني خد بالك اروح لهم انا بشهر واحد بس، انا رفضت. كنت العب باك ليفت، كنت العب اوفرايت. يروح فين؟ الزمالك لو زيزو هيطلع يروح الزمالك. لو زيزو مكمل ممكن يروح. اعتقد الاهلي برضو في حته يعني الهافرايت او الجناح اليمين ما عندهمش تقريبا، عندهم بيرستاو. صح، بيرستاو في كلام اللي هو بيرستاو هيمشي. لو هيمشي برضو بيرستاو يبقى عنده، يعني هو عنده مثلا زيزو مشي في الزمالك. ككوره عبد الرحمن مجدي مناسبة اهلي ولا زمالك؟ زمالك. هل فعلا في كوره العين بتحس كده ان هو لو في نادي تاني هو في لعيبه كده تحس انها تليق على زي مين؟ تقول ده لعيب. يعني مين في الزمالك يليق على الاهلي ومين في الاهلي يليق على الزمالك؟ يعني حسين الشحات مثلا يروح حاليا زمالك؟ زيزو ممكن يروح الاهلي. مين من الاسماعيلي اسلوب لعبه يشبه الزمالك، ومين من الاسماعيلي اسلوب لعبه يشبه النادي الاهلي؟ عبد الرحمن مجدي قلت لك هو يشبه لعب الزمالك. طب والاهلي؟ عمر الساعي مثلا. طيب لو احمد محسن مكان امام عاشور تكرر نفس التجربه ولا ترجع نادي الزمالك؟ بص، هو لعيب الكوره بيحسبها يعني تجربه. انا خلاص كنت في نادي الزمالك وجربت ولعبت في نادي الزمالك، فاهمني؟ فانا خلاص انا خدت الستيب دي، لعبت في نادي الزمالك ولعبت معاهم وعملت اسم وعملت كل حاجه. فلما طلع بره لما جه يرجع تاني اكيد بقى خلاص انا جربت، خلاص نادي الزمالك اوريدي، خلاص انا عارف كل حاجه هناك، فانا عايز اشوف حاجه جديده، عايز العب على يعني فاهمني، اخد بطوله، اعمل حاجه. فهو طبعا فكر زي 90% من اللعيبه هتفكر تعمل كلاعب كوره. طبعا قرار صح، قرار صح. طيب موضوع الكباري ده اللي بيتقال دايما ان اللعيبه بتطلع كوبري وترجع لنادي تاني، الموضوع ده بيبقى فعلا بتظبط قبل اللعيب ما يسافر، ولا ده بيبقى صدفه زي اللعيبه بتيجي ترجع تقول تاني من الموضوع صدفه؟ في حالات كده وفي حالات كده، بس يعني 70-80% من الحالات هي بتبقى كباري وطرق وانشاءات بتبقى شفت كميه الكباري الجميله الجديده اللي عندها، هي بتبقى زي شبه الكميه دي يعني متظبطه. تبقى متظبطه طبعا. هل بالفعل نادي الاسماعيلي طلب منك انك تعمل فيديوهات للنادي على تيك توك؟ هم كانوا حابين يدخلوا بقى عالم التيك توك بقى والسوشيال ميديا قوي على التيك توك. انت ما بتلعبش لان كل كنت الموقف قالك نستفيد منه باي حاجه باي حاجه. طب اي كروس؟ طب اي حاجه مفيش، ارفع له عمر على تيك توك ولا؟ هم كانوا اداره التيك توك كلمتهم ان كل الانديه خد بالك عندها دي حقيقه. خلاص بقى الموضوع تيك توك بقى احتراف وبقى فيه فلوس كويسه للانديه من الفيديوهات والكلام ده، خد بالك. فهم النادي الاسماعيلي كلموهم تقريبا في الامارات او حاجه ان هم يبقى ليهم اكونت على التيك توك ويوثقوا الكلام ده، فقال لك نجيب ملك التيك توك.
يقدم لنا اول فيديو للبيج بتاعتنا على التيك توك. عملت لهم فيديو كده لذيذ كده. ايوه خدت كام؟ ما فيهاش تكار. هو اتفقت على 250 جنيه بس. انا جنيه برضه. ضحكوا عليا والله بدر. خصموهم من الفازه اللي هي قبلها بسنه. لا ما خدتش حاجه طبعا، ده حاجه للنادي يعني. فعملت لهم الفيديو ونزلوه، الفيديو جاب فيوز كتيره وبدا يشتغل الاكونت. عملت حاجه كويسه للنادي. اه بفتهم باي حاجه. اي حاجه ده انت جيت صفقه كده. طيب خلال الايام الماضيه حوار التزوير بقى. الدنيا اتقلبت 2003 وشوف 2009. ايوه انت نقصد خلال فتره لعبك دي كان في تزوير ولا ايه بقى؟ اه طبعا كل الفترات في اللعب فيها تزوير في الناشئين يعني. زي ما فيش فيها. اه ده حصل لنا موقف. احنا كنا دوري بنلعب دوري 14 سنه، كنا صغيرين 14 سنه، ده بيكون جسمك لسه ما فرقش. وكان عندنا ماتش مع فرقه يعني هنلعبها مرتين، انا كنت بلعب 14 و17 سنه يعني 3 سنين 17 18 عشان كنت طبعا مميز، كنت اميز لعيب في الفرقه. فلعبنا فرقه 17 سنه الاول، كان فيهم واد هو اصلا مش 17 هو 20 مثلا، شاب 20 بشنب ودان، واحنا ورور ضرب خمسه ولا ايه؟ ده ضرب بتاع 18 سنه. فلعبنا 17 وخلصنا من الماتش. المهم عندنا ماتش ال 14 سنه، بنلعب ال 14 سنه هي نفس الفرقه بس السن اللي قبل. مستحيل ده يكون موجود كبير بشنب ودقن واحنا لسه ما ورور. لقيت لك واحد بيزق الكره من بيلعب عليا انا حظي، بيزق حظي واحد بيزق الكره ويجري الهوا بتاعه بيوقعني. جرينا ورا الواد ورا الحكم نجرجر فيه، تعالى الواد ده مزور، ده لاعب ضدنا 17 سنه وفعلا طلع مزور، خدنا الماتش. بس بعد ما ايه جرجرنا طول 90 دقيقه مش كده بقى. نوصل لاخر فتره، فكره الاسئله السريعه. نادي الاسماعيلي اتاسس سنه كام؟ 1924. هداف الاسماعيلي في بطوله الدوري عمر تاريخه مين؟ تقريبا محمد صلاح ابو جريش صح؟ قول لي ابرز 10 لاعبين طلعوا من الاسماعيلي للاهلي، مش شرط يبقوا دايركت يعني بس هم نجوم. عماد النحاس، كابتن عماد النحاس، كابتن سيد معوض، كابتن بركات، اسلام الشاطر، محمد عبد الله، كابتن خالد بيبو، هو احمد خير وشريف عبد الفضيل متولي وعمرو السلايه واحمد فتحي. الاسماعيلي اخد الدوري المصري كم مره؟ الاسماعيلي خد الدوري المصري 3 مرات. دوري ابطال افريقيا مره، هو اول نادي عربي وافريقي ياخد الدوري ابطال افريقيا. كاس مصر، كاس مصر 2 مرتين. اول فريق توب بالدوري المصري الاهلي سنه كام بقى؟ سنه 48. ايه انت مذاكر والله؟ اه والله قنبله معلومات على ما. حبيبي يا احمد اتشرفت بوجودك معانا النهارده، وكالعاده يعني حلقه خفيفه. حبيبي قلبي والله انا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. تسلم لي حبيبي، انا اتشرفت بيك ودايما متالق ودايما انا متابعك. خد بالك انا من الفان بتوعك يعني، غير ان انت يعني حد متالق دايما كده، وموقع طبعا في الجول اللي هو يعني من اكبر مواقع اللي كلنا بنحبها ودايما بنتابعها. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في 1 on 1. انتظرونا في حلقه ثانيه. سلام.